فالاغاني حقتنا كده السودانيه. لا انت هسه عندك الطير المهاجر يا اخي، دي مش اغنيه، دي مدرسه. يعني الطير المهاجر دي اغنيه في داخلها، في مش رساله واحده، في مليون رساله، في يعني عباره عن تاريخ كامل في الطير المهاجر دي. من تمسكي من وبالله يا طير قبل ما تشرب تمر على بيت صغير من بابه من شباكه بيلمع ألف نور، وتلقى يا مولاي حافي حالك في الطريق الشاقي والتراب. تختلف يعني تختلف في المفردات، في المفردة، لكن هي المعنى واحد، هو الفكرة واحدة، فكرة الشوق والحنين والأفكار. طبعا الأفكار في الدنيا كلها محدودة يعني ومحصورة يعني، حتى في كلامنا في مواضيعنا نحن نفسها الأفكار برضو محدودة يعني. إبراهيم متذكر الغنية أنا كانت بتعجبني شديد، يعني كان لما شغالة في الإذاعة دائما بشغلها يعني. بنيتي حسابك لو متذكرين الغنية دي. راجلك راجلك كان شنو سوى يسوي لي كده يعني. راجلك كان عمل أعملي ليه، وفيها رسائل كانت موجهة تماما للبنت المفروض تتزوج الآن. فأنا بقصد كده يعني، بقصد الحاجات اللي ممكن تدعو لها. تقصد إنه يكون في رسالة، الرسائل من رسالة ما كلها شوق وحب للمجتمع نفسه يعني. بقول لك يعني كثير إنه الأغاني بنسمع حب وريد وشوق وده، لكن ما كثير بنشوف اغاني ممكن تعدي رسالة. ايوه صح مزبوط يعني. ام دريا حبيبه بس المخرج بيكلمني بهشام يوسف، شكرا لك، بيقول لي ام دريا حبيبه واحده من الاغاني يعني مثلا، و قد لي يا مولاي حافي حالك.